ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل أيضا في مدحهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل أيضا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الصحابة كلهم من أهل الجنة. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عشان كده أخواننا المؤمن والمسلم يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بعد جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير منه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمران بن الحسين الذي في الصحيحين قال خيركم يعني أفضل الأمة خير الأمة خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. عشان كده الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علوم الرواية قال ولا يأتي أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه. قال بل لو لم يرد في فضلهم ما ورد في الكتاب والسنة من الفضائل العظيمة قال لكفى الحال التي كانوا عليها من الجهاد في سبيل الله ومن الخروج من المال والنفس والولد ومن التعب في سبيل الله قال لأوجبت هذه الحال أنهم خير هذه الأمة. عشان كده أخواننا دي لازم تبقى عقيدة راسخة مش لك أنت دي تعلمها للأولاد الصغار تعلمها للمرأة في البيت تعلمها للزول الكبير وللصغير لابد للمسلمين أن يعلموا هذه العقيدة الصحيحة ولابد أن يكون قدوتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده القدوة حقيننا القدوة الأسوة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم من أهل الجنة وكلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وفهمهم هو الذي رضيه الله تبارك وتعالى لفهم الإسلام. ربنا عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني زول الببالي غير درب الصحابة ربنا بوديه جهنم. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. ولذلك أخواننا الإنسان لابد هذا الموضوع يوليه شيء من الاهتمام والأدلة من السنة في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما جبل أحد
ومعه أبو بكر وعمر وفي رواية عثمان، فرجف بهم جبل أحد، الحديث الصحيحين، فرجف بهم جبل أحد من هذا الإيمان الذي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. فضائل عظيمة جدا وكثيرة جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شكل أخواننا، الإنسان لو أراد أن يحصي هذه الفضائل ما يعني بيحتاج إلى محاضرات وإلى كلام كثير. شكل العلماء ألفوا مؤلفات في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ككتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، وكتاب الإصابة للعلامة ابن حجر، وغير من الكتب التي ترجمت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفارق أو ما يفارق المسلمون طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحصلت بيناتهم المشاكل والفتن والقلاقل والتشرذم. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين طبقوا الدين الذي نزل من السماء. عشان كده أول بدعة حصلت في الأمة هي بدعة الخوارج. خوارج جاي زي منو؟ زي ناس داعش الآن. قبل أيام في السعودية الناس في رمضان، الجمعة الفاتت 27 رمضان مع وقت الإفطار ذاته، يوم 27 رمضان فجروا على بعد 30 متر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج الأوائل ديل مرقوا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا الكتاب والسنة على غير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يستحلون دماء الأمة. ونفس ناس داعش ديل في السودان قاعدين، في السعودية وفي غيرهم، ونفس الناس ديل هم اللي بيفهموا الكتاب والسنة على غير فهم الصحابة. عندهم بعض الآيات فهمنا غلط. يا ناس انتم مالكم؟ يقول لك يا زول الحكام ديل ما حكموا الشريعة. طيب بتكفرهم طوالي؟ يقول لك اي. دليلك شنو؟ ربنا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. منو من الصحابة فهم الآية دي؟ يقول لك لا، نحن ما ملزمين بفهم الصحابة. النتيجة شنو؟ النتيجة انه يضبح واحد ابوه وامه، تيمان ضبحوا امهم وطعنوا ابوهم وطعنوا اخوهم. السبب شنو؟ انهم ضلوا عن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ظهر القدر في الأمة الإسلامية بسبب ترك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مرقوا فرقة أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي، وهي فرقة الشيعة، تسمي نفسها الشيعة، وهم الرافضة. وديل مجموعة تابعين للمجوس ناس كسرى. لما عمر رضي الله عنه بسبب الإسلام يعني انتصر عليهم وكسر دولتهم، أرادوا أن يكسروا الإسلام فما استطاعوا مواجهة الإسلام بالسيف. قاموا عملوا شنو؟ قالوا: نخش في الإسلام ده وننخر في الإسلام من الداخل. فجاء عبد الله بن سبأ وجاب حاجة اسمها إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال علي بن أبي طالب هو الإمام. بعد شيء قال علي بن أبي طالب هو الرسول ورسول، وقال جبريل أخطأ، كان مفروض يدي الرسالة لعلي، لكن لأنه علي بن أبي طالب بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه الغراب بالغراب، أخطأ وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكفر ده كيف، عرفتها؟ فدي طائفة من الشيعة اسمها الغرابية. المهم بعد ذلك غلى وقال إنه علي بن أبي طالب هو الله عز وجل، وحتى حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وحفر لهم الأخاديد العظيمة وألقاهم في النار، وقالوا أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى بيّن ابن عباس الدليل، ثم رجع علي بن أبي طالب. الشاهد من الكلام إن الشيعة دخلوا في الأمة ليضربوا الأمة من الداخل. والآن شغالين بإمكانيات كبيرة جدا الشيعة في السودان هنا،
في كثير من مدن السودان. قبل فترة مشينا منطقة اسمها أبو زبد في غرب السودان، واحد كان منتمي لطريقة صوفية وبقى شيعي، بده 50 مليون، الكلام ده قبل 5 سنة، في الشهر، وبده عربية آخر موديل، وبده كتب، ده غير القروش بتاعته، وبقى ينشر في هذا الفكر وبقى منتشر، فهمت؟ وبيجيبوا لك ناس من برا، من مصر ومن غيره، ينشروا هذا الفكر الضال الخبيث المنحرف بين المسلمين الذين يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق جميع الأئمة، الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، أن من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في أبي بكر أو عمر في دينهما، أو طعن في أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حنوريك بالكتب إن شاء الله، ده كافر، لأنه ترك أدلة واضحة من الكتاب ومن السنة. دي يا أخواننا بعض كتب هؤلاء القوم لابد الناس تعرفه. ده كتاب للخميني مؤسس دولة إيران، روح الله الخميني، كتاب اسمه كشف الأسرار، ألفوا عشان يبين للناس ما هو دين الشيعة. طيب، هنا في الصفحة رقم 123، شوف الكلام ده، ده منهج الشيعة، لأن أخواننا الشيعة عندهم عقائد كثيرة، من ضمن هذه العقائد، من ضمن هذه العقائد عندهم عقيدة اسمها التقية، والتقية هي النفاق، إنه الإنسان يعني يظهر خلاف ما يبطن. طيب صفحة 123 و126، طيب هنا بيتكلم الخميني ويطعن في أعظم صحابيين للنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال صفحة 126، قال: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقرآن، بيقصد منه، بيقصد أبو بكر رضي الله عنه، ويقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال خالفوا القرآن، قال: ومن تلاعب بأحكام الإله، قال تلاعبوا بأحكام الإله، وما حللاه وحرماه من عندهما، وما رساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. وبدأ يتكلم عن الموضوع ده، كلم في أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني رحمه الله، قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم باللذين من بعدي أبا بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. منهم أول ناس منه أبو بكر وعمر رضي الله عنه، بل أبو بكر رضي الله عنه نزلت فيه آيات من القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. دمنه ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام نبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عمر رضي الله عنه الفاروق، عمر رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونحن يعني وذلك من فضل الله علينا، بنمشي أي مسجد نخش، ربنا يسهل لنا، نمشي نتكلم، نوري الناس حقيقة الدين وحقيقة هؤلاء الشيعة الخبثاء. ولو لقينا واحد شيعي، الحمد لله المسلمين يعرفوا مكانة الصحابة، لكن لو لقينا واحد شيعي بنكشفه بكتبه. ليه؟ لأنه لو قلت له الكلام ساي بنط،
يقول لك لا الكلام ده ما قالوه كده، دي كتبهم ذاته، كتاب ده مطبوع في إيران، ده عندهم زي البخاري ومسلم عندنا. أجي أوريك عقائد عجيبة جدا موجودة في كتب هؤلاء الشيعة، عرفتها؟ فعمر رضي الله عنه يوما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن، فلما دخل عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب طوالي دخل انجوه، فقال عمر رضي الله عنه أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، وهذه كلمة للتعجب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. الشيعة داريننا نغير ديننا، صحابة رضي الله عنهم رفعوا الإسلام ونشروا الإسلام، داريننا نطعن فوقهم لخميني ولغيرهم من المجرمين والمضلين. ال 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 هؤلاء الناس عندهم شرك بالله. طيب صفحة كده قبل الشرك، صفحة 143 وعندهم طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أين تنبع معتقدات العوام، كلام طويل، جاب له كم حديث. قال والحديث الآخر يقول فيه إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم أمير المؤمنين بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. يعني الشيعة قالوا القرآن ده كلام محرف، ده ما كلام الله. عندهم الكلام الثابت، عندهم حاجة اسمها مصحف فاطمة، لدينا كتاب الجزء الأول من كتاب الكافي للكلين صفحة 55 هنا باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامع ومصحف فاطمة. دي كلها كتب ووحي عند الشيعة نزل من الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وشنو؟ وخاتم النبيين. طيب هنا قال شنو؟ قال اتكلم وما الجامعة وما هي الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس. دي الصحيفة الأولى. بعد ذاك حاجة يسمى الجفر. قال ثم سكت ساعة بعد ما وراهم الجفر والحاجات بتاعتهم دي، ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة. قال وما يدريهم ما مصحف فاطمة، ما يدريهم دي المنو، بيقولوا الناس اللي بيحبوا الصحابة بيسموهم الناصبة وبيسموهم العوام وبيسموهم أهل السنة، كويس؟ يعني كلنا نحن بسمونا ناصبة وكفار. طيب قال وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ الكلام ده قالوا زول من آل البيت، وآل البيت براء من هؤلاء الشيعة الكفار. أنا بديك الكلام زول بيقول ده قرآن نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، زي المصحف ده 3 مرات، يعني 6630 كم وثلاثين آية أو 200 كم وثلاثين آية. قال تضرب في 3، ده مصحف منه؟ ده مصحف الشيعة. قال والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. القرآن بتاع الشيعة زي القرآن ده 3 مرات، وقالوا ما فيه من القرآن ولا حرف واحد. ديل الشيعة يا أخوان، وكفى بذلك كفرا بالله سبحانه وتعالى، كويس؟ وكفى بذلك ضلالا. هنا ده كتاب الخميني اسمه الحكومة الإسلامية، صفحة 61 بيتكلم عن آل البيت. طبعا يا أخواننا آل البيت نحن ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتولاهم ونحبهم ونجلهم، لكن ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى نعبدهم، وده اللي بيعتقدوه الشيعة. بيتكلم عن الولاية الذاتية،
وقال في أخبار من آل البيت بتوريك مكانة آل البيت. قال من هذه الأخبار، ده كلام الخميني بينقل فوقه كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 61، قال إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي التكوين وفي الوجود. قالوا آل البيت ديل ما زينا، طينتهم ما زي طينتهم، خلقهم ما زي خلقنا، أي حاجة ما زينا. وده يا أخواننا الغلو ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني ما تتجاوز بالزول منزلته. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رسول كريم وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو أن تستغيث به من دون الله، أو أن تتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم، زي للأسف الشديد موجود عندنا في السودان. يقول لك سلام عليك في المدايح أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك يا غافر الذنوب. وربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده عشان ما تغلو فيه ورسوله عشان ما تنكر رسالته، إلى آخر الحديث أنه يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهنا قال يختلفون عن سائر الناس اختلافًا في قدم التكوين والوجود، ولهم مع الرب على البيت، يعني قال ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قالوا نحن بنحصل مرحلة لا بحصل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وربنا سبحانه وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربنا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى أن يقول قال إن لنا مع الله حالات. قال نحن عندنا حالات مع الله لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شوف الكلام ده كيف، ده الخميني قال عنده حالات ما بحصيله ملك مقرب ولا نبي مرسل. نرجع تاني للكتاب ده، كتاب كشف الأسرار، وده أخواننا كل شرك بالله، ده سبب الغلو، ما تغلو في بني آدم. والآن ده موجود عندنا الآن في السودان وفي غيره، وده من أسباب انتشار الشيعة، من أسباب انتشار الشيعة المدايح الشركية تحت الطرق دي الموجودة. زول يغلو في بني آدم يرفع فوق منزلته، عرفتها؟ يقول لك إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. ده بيخلي الشيعة يخشوا، لأنه ده بيقول لك علي رضي الله عنه صحابي وفيه أدلة ما بتقدر تقول لا، لكن وليك ده دليله شنو؟ إنه زول صالح، ما بتقدر تقدم له دليل، لأنه زول الآن موجود أو زول قريب في العصور المتأخرة، عرفتها؟ فبتركب الشبهة بتاعت الشيعة من هذا الباب. طيب هنا في هذا الكتاب فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 155، شوف الكلام ده كيف. وكثير من الناس يا أخواننا مغشوشين بالناس دي، ناس عندهم إعلام وبيجوا لبعض الناس بالقروش، عرفتها؟ فبيجوا داخلين لهم بهذه الأبواب. طيب قال قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وواضح بأن النبي، ولا كاتب صلى الله عليه وسلم ذاته، قال وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة، لو كان الرسول بلغ بأمر الإمامة، يعني عنده شنو؟ إن الرسول ما بلغ، لأنه ناس سنة ثالثة ثانوي بيعرفوا إنه لو ده حرف امتناع لامتناع، امتنع أن يحصل المقصود لأن الرسول ما بلغ الرسالة، ده كلامه كده. وعائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، ومنها شنو؟ من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا من الرسالة فقد كذب، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ده يا أخواننا ناس بيطعنوا في رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال
وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال، يعني الرسول قصر، لو كان شد حيله لكلامه كده، وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمت خلافات في أصول الدين وفروعه. يعني عند الشيعة الناس اتقسمت، دي جبهجية ودي صوفية ودي الأنصار سنة ودي الشيعة، بسبب شنو؟ بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الكفر ده كيف. عشان كده أخواننا الإنسان لابد يكون إنسان عاقل، وما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، ولا زول كمان يبقى بسيط لدرجة إنه يخدعه يقول لك لا ما ممكن يقولوا الكلام ده، هو قالوا ويؤسسون دينهم على هذه العقائد. وده زول ما فضل له من الإسلام إيش، زول بيطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ليس له في الإسلام نصيب. ربنا قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ده الناس ملاعين بيلعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام. وعقائد كثيرة، من العقائد بتاعتهم عقائد السيئة، ودي بجروا بها الشباب، عقيدة اسمها المتعة. المتعة معناها شنو؟ معناها تتزوج بزمن ساعة ساعتين تقضي شهوة وشنو؟ جزاك الله خير تفضل، وتمش. وده أخواننا في الإسلام باطل. وقد روى حديث تحريم المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، قال إن الله ينهاكم عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. الحمار بتاعنا جنو الأهلي، أما الوحشي هذا جائز. فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب قبل ما نمشي لدي، شوف الكلام ده كيف. نحن عندنا في الإسلام بني الإسلام على خمس. أول حاجة شنو يا أخوان؟ شهادة أن لا إله إلا الله. شوف الناس اللي عندهم بني الإسلام على شنو. طيب قال باب دعائم الإسلام، الصفحة 170، الأثر رقم 1484. قال عن أبي جعفر، اللي هو أبو جعفر الصادق، قال بني الإسلام على خمس: على الصلاة، أحسبوا معي، واحد، والزكاة، اثنين، والصوم، ثلاثة، والحج، أربعة، والولاية. وشنو والولاية دي؟ شنو يعني تختار الرئيس؟ قالوا الإسلام بني على إنك تختار الرئيس. يا أخوان أنا لو دار أخش الإسلام أمشي أبايع الرئيس ولا أقول الشهادتين؟ دار أخش الإسلام، يعني لو ما عندي رئيس ما ببقى مسلم؟ ده دين الشيعة. ويقول لك الولي اللي هو الأمير هو علي رضي الله عنه، وإنه الصحابة رضي الله عنهم ظلموا علي بن أبي طالب. وده كله أخواننا باطل وكذب وكل افتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فده تحريف للإسلام. حديث عبد الله بن عمر اللي بيحفظوه أولادنا الصغار في الروضة مش في المدرسة: بني الإسلام على خمس، أول حاجة شنو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لم يقل هذه الشهادة لا عنده صيام ولا عنده صلاة ولا عنده زكاة ولا عنده بر ولا عنده عمل من الأعمال. دي أول حاجة. شوف الشيعة دارين يغيروا الإسلام ودارين يغيروا الدين كيف. طيب أديك حاجات تانية. صفحة 59، الكتاب ده كله باطل وكله كذب على الله سبحانه وتعالى. طيب قال باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام، عرفتها؟ وجايبين آثار كثيرة عن أبي عبد الله، قال إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى علمين: علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه
ورسله فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه وعلما استأثر به، فإذا بدأ لله فيه شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. يعني قال لك ربنا عنده علمين، علم ما وراه للأنبياء والمرسلين ورانا له ونحن، وعلم عند الله، وبرضو العلم اللي عند الله ده ربنا قاعد يورينا منه. يعني ده الأفضل من منه؟ ده الأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. دي عقيدته، عقيدة الشيعة. ونحن عندنا لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم ما يكون، ولا يعلم شيء من علم الله إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالوحي تكون رسول، لكن ما بتعلم الغيب، ما بتعلم الغيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام يوري الأمة إنه ما بيعلم الغيب في آيتين من القرآن في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ده الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت يا خميني ومن تدعي يعلمون الغيب؟ وللأسف برضو هنا كثير من الطرق الموجودة الآن بيزعموا لك إنهم بيعلموا الغيب، كما في كتاب النور البراق قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وكما قال البرعي قال: قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال ومنهم مجاهر، ومنهم عليم بالغيب باطن وظاهر. فديل خصوا علم الغيب بالأئمة وآل البيت، وديل قالوا بالأولياء بتاعينهم بتاعين الصوفية، وده كله باطل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا الآية الأخيرة من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، عليم بكل الأمور، خبير بجميع خبايا الناس. وما عشان كده ربنا قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. دي عقائد تاع الشرك، وغيرها من العقائد كثير جدا، إنه الأولياء بيتصرفوا في الكون، وقال إنه الأئمة عليهم السلام بيجروا الشمس، وغيرها من المسائل. هنا المتعة بتاعتهم الصفحة رقم 783، مش بيقروا المتعة بس، بل إنه قالوا ما عنده عدد معين ذاته، عرفتها؟ والآن عندهم جهاد في العراق وفي غيرها، أي اسمها ما أعرف لك، جهاد النكاح، مش ده برضو سرقوا منهم ناس داعش، جهاد النكاح البيت يجيبوها، زاك الله خير، البيت يجيبوها مسلمة تمشي للي بيسموهم هم مجاهدين، تمشي ترقد مع ده ساعتين ومع ده ساعتين ومع ده ساعتين في 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 يعني ذاته كلام لا يشبه حتى البهايم. طيب 700 قلنا كم؟ 87 ولا 83؟ سبعمية ثلاثة وثمانين. طيب قال أبواب المتعة، ده باب كامل في المتعة. قال قلت لك كم تحل من المتعة؟ قال هن بمنزلة الإماء. وسألوا عن المتعة أهي من الأربع؟ لا.
وسألوا عن ما يحل من المتعة قال كما شئت، وقال هي من الأربع فقال لا ولا من السبعين. قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. أنا أديك أخطر منها، أنا مش متعة ساكت، عندهم حاجة اسمها إعارة الفروج. إعارة الفروج شنو؟ يعني أنت مثلا تدي الواطة بتاعتك ليزول يشتغل فيها مش؟ ها؟ تديها له يشتغل فيها ونهاية السنة تجي تستلمها منه، نفس الشغلانية دي عندهم هنا. قال عن أبي عبد الله، وأبي عبد الله بريء منهم، متلبطين سايفي على البيت. قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعا. قال سأل رجل أبا عبد الله ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام، البداية قال له حرام. قال ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه. أخوك كده تديه سحبة كده يمشي يسوي الدائرة من الهوس والباطل بتاع الشيعة. والله ده غشوا به شباب، شاب تلقاه يقول له المتعة دي كويسة وكده ويغشوا به شبهات باطلة، ناس تلقاهم مشوا معهم. عشان كده أخواننا الناس زيل ناس تحذرهم، وإذا إنسان عرف ناس من الشيعة نحن الحمد لله جاهزين نناظرهم، كل كلام باطل وفارق وشرك بالله سبحانه وتعالى. وعندهم فتاوى غريبة يقول لك لحم الأرنب حرام، واحد جابوه شيعي في اليوتيوب ليه؟ قال لأنه الأرنب من الحشرات. قال لا، من الله خلقكم سمعتوا كلام زي ده؟ قال الأرنب من الحشرات وغيره من الباطل الموجود في هذه الكتب، ولولا يعني مخافة إنه نطول على الناس لذكرنا هؤلاء الناس. فالناس الواجب عليها تحذر، والإنسان يا أخواننا ما يقول أنا دار أمشي أسمع للناس ذيل أشوف الحاصل عندهم شنو. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فما بجوز تقعد مع أهل البدع كلهم شيعة ولا غير شيعة، ما بجوز تقعد معهم. زول جاب في الدين ده بدعة من البدع، جاب له عقيدة من العقائد الشركية، جاب له طريقة حزب مصيبة الزمان، ما بجوز تقعد له ولا تسمع له وتصون آذانك، لأنه ربنا أمرك كده في الآيات دي. وربنا قال فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك الناس عليها أن تعتصم بكتاب الله عز وجل، وأن تعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدعاة أن يبينوا هذه الأمور للناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنه من علامات خروج الدجال أن يسكت عنه في المنابر، بعد ذاك الدجال بيمرق الناس سكتوا عنه. ولذلك الدعاة عليهم يبينوا، وعليهم يبينوا العقيدة للناس، لأنهم بيتخذوا بصراحة أقول لك بيتخذوا الطرق دي الموجودة عندنا الآن في السودان بيتخذوها مدخل لينشروا هذا المنهج الباطل. يلقوا زول مسكين مثلا بيقول لك أنا في الشدائد بنادي تورعفينة، يقول له طيب تورعفينة ده عندك دليل في البخاري أو مسلم إنه صالح؟ يقول لك لا. طيب نحن علي بن أبي طالب عندنا صالح ولا كيف؟ يقول له واي. طيب خلي ده وابقى معانا، لا تمسك في النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، يعني تعتقد فوقه ولا تعتقد في الملائكة ولا في جبريل ولا في جبريل ولا في الصحابة ولا في الأئمة الأربعة، تحبهم تعتقد إن إنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق من عند الله، تتبع أوامره تجتنب عن نواهيه، تحب الصحابة تتولاهم تفهم الدين بفهمهم، لكن ما تعتقد فيهم عقيدة من العقائد، فضلا عن غيرهم من الشغل الموجود الطرق الموجودة الآن في السودان. عشان كده ما بتلقى الشيعة دخلوا على الناس إلا إما عن طريق هذه الطرق أو عن طريق المال لضعاف النفوس أو عن طريق المتعة للشباب أو غيره. عشان كده الدعاة لازم يبينوا العقيدة للناس. تلقى الشيعة عندهم قبر بابا شجاع الدين اللي هو قبر أبو لولو المجوسي عليه لعنة الله الذي قتل عمر بن الخطاب، بيمشوا يطوفوا به ويتبركوا بالضريح. تلقى برضو عندنا هنا قباب، زي ما واحد قال يا بقبة اللبنية تكتب لي حجاب من راسي إلى كرعية، ما عرفناه حجاب ولا برول. فده لما يلقوه ده طوالي ممكن يركبوا فيه العقيدة،
العقيدة بتاعته، نفس الجباب الموجودة هناك تلقى عند المتصوفة، نفس الاعتقاد في الأئمة إنهم بيعلموا الغيب ويتصرفوا الكون، زي ما قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا، عرفتها؟ والبرعي قال في الكباشي قال يربط ويحل في كل محل كم أضى طفل من غير مس وتفل. داك برضو بيعتقد إنه الولي والخميني بتاعه والجماعة بتاعنه بيدوه الولد وبيدوه الجنة، يعتقد فوقهم. ولذلك أخواننا أهم مسألة هي مسألة العقيدة، وأعظم خلاف معهم خلاف العقيدة. ثانيا إنه نربي الأولاد الصغار على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الولد لابد يا أخواننا الوالد مسؤول عنه في البيت، يديه قصة ويبسطها له في فضائل عمر بن الخطاب أو غيره أو غيره من الناس، ولا تترك أجهزة التلفاز وغيرها هي التربي لك ولدك. لأنه نحن قرينا في المنهج بتاعنا في الأساس إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم النفاق وفيهم الغش وفيهم الكذب وفيهم التزوير، ده كله قريناه في المنهج. لازم أنت تفتش كتبه دي بيقرأ فوق شنو، لازم تعرف إنه قاعدين يقروا في المدرسة شنو، لازم تعرف إنه الأستاذ بيقول له في شنو. فلازم الإنسان يهتم بتربية أولاده وهو مسؤول عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تكفل الغنوات دي ما في أي خير، والله الغنوات القاعدة دي ما بنعرف فيها قناة فيها خير إلا من رحم الله، عرفتها؟ تجي تجيب لك أخبار وفتن وبلاوي ورجال يخشوا بيتك أنت ما في، فهمت؟ ويركبوا لك مفاهيم مرتك تكون مبسوطة معاك راضية معاك، يعني ده على أقل تقدير، ده خليك من الباطل اللي بيجيبوا التاني، على أقل تقدير تكون راضية معاك بعيشتك وكده. تجيب التلفزيون في البيت تشوف ديك راجلة بديها كلام ظريف وبيجيب لها حلق وبتاع، تقوم فيك تاني يوم خربت البيت، ده جابوا شنو؟ جابوا التلفزيون. فده كله يا أخواننا بيضرب المسلمين من تحت ونحن ما شعرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الشرور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.